ابعد عنه يا عمي بلاش يكون معي شيء. ابعد. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب. بسم الله. صاحب. بسم الله. وين باقي؟ صاحب. مساكم جميعا يا حبايب القلب، زي ما عودناكم دائما صلاة النبي احسن من كل شيء، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. طبعا اليوم اخوان عمهم رياري تعبان، فانا اليوم بدي احكي شوي، بديش اتعبه بزياده، خليته يطيح غصبة عنا بصراحه. ليش؟ لانه العم بحياري اذا ظلوا قاعد بالبيت راح يزيد وجعه ومرضه، والحمد لله دائما تفقد الله رحمه. اخوان احنا متوجهين اليوم لوادي السحره. عم بحياري احكي. حبيبي حبيبي سند حبايبي، الله يسعد مساك وبحييك تحيه الاسلام، والسلام عليكم دائما ورحمه الله وبركاته. حبايبي طبعا صار لي فتره من اثر الضربه اللي اكلتها يا حبايبي، زي ما بقولوا تفقيد الله دائما رحمه، والانسان بتعرض لمية مشكله ومشكله. صاحب شوي شوي مريض صاحب مو صاحب. تعال فوق تعال، شايف والله صار توجعني. حبايبي احنا نتوكل على الله. هدي شوية صاحب، تعال مش عادي، وش مشكلة يا عم؟ توكل على الله. يلا انا والله يا اخوان مع الكش مخبى، مش حاب اشوف العم ابو حياري قاعد بالبيت وحالته حالي. فاليوم احنا توجهنا الى موقع الاسحار، وان شاء الله اليوم انه الكلب صاحب يقدر يطلع لنا سحر، وتكونوا انتم مستمتعين معنا. وطبعا دعواتكم يا حبايب القلب للعم ابو حياري انه الله يشافيه. هسه في ناس راح يقول ليش طلعته ما دام مريض؟ لا بده يطلع لانه ابن بر، وصار له 35 سنة بالبر، ولازم يطيح اليوم عشان الدكتور نفسه قال له لازم تتحرك. فانا مش حاب اشوفه بالحالة اللي هو بيها بالدار. نتوكل على الله يا عم ابو حياري. نتوكل على الله، شو ما يصير يصير. ما يصير يصير، وشفتكم تعبت انا بقعد وانت بتكملوا يا سيدي. ان شاء الله خير، الله يجيب بي الخير يا حبايب القلب. لا تنسوا يا اخوان اللايك والمشاركة، فيسبوك جماعة، اليوتيوب جماعة، السناب. بدي أشوف اليوم العم أبو حياري على ترند. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلين على الله. خليك انتبه الكلب صاحب. يلا بسم الله. أعمي على الكاميرا على الكلب، عينك عليه. تمام عدي، امسك لي هذا الكشاف واعطيني الكشاف اللي معك عشان أجيب المسافات. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هذا الواد نعيم، هذا الواد كل شؤم، اعوذ بالله من الشيطان عمي. طيب يعني هو كل فتره وفتره بيجي بحط مثلا، ولا اسحار قديمه؟ في اسحار قديمه وفي بعض أسحار. نعم، وفي بعض اسحار بتكون قديمه وجديده. ليش؟ انا خضت مغامرات عليه هذا الجبل وادي العجائب، احنا سميناه وادي السحر من كثر السحر اللي موجود فيه. هو اصله اسمه وادي العجائب. وادي العجائب. نعم، نتوكل على الله ونمشي يا اخوان. ودعوات كل العم ابو حياري، وان شاء الله اليوم تستمتعوا معنا بهاي المغامره. طبعا معنا اخونا عدي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وادي السحر. خلي محمد الحق عدي، انت عادي انا لا تمشي فيه. طبعا يا اخوان عم ابو حياري سموا بالله، دائما سموا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، دائما لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا يا اخوان العم ابو حياري مش قادر يمشي بسرعه. بسم الله، في صوت. بسم الله الرحمن الرحيم، فين اخوان؟ شو صاحب؟ دير بالك يا عمي. واد مخيف. شو يا عمي؟ دير بالك. بابا كان بالمنطقة ذيك يا محمد. من شفته؟
شفتوا انتم مصورين وهون كان على حفة الجبل. ايوه وين راح؟ وين راح؟ وين راح صاحب؟ دقيقة 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 عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. شو فيهم؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شو مالك صاحب؟ عمي علم اشي هون. انا خايف بده ابوك يكون معاه واقف. والله قاعدين واقفين انا وياك مش عارفين شنو نسوي معه. دير بالك عمي. يا صاحب. بنادي عليك يقول لك تعال هون. شايف؟ هو بده اياك انت. بده اياك انت معي ينزل فوت. وين صاحب وين؟ روح روح امسك ابوك بسرعه عدي. دقيقه هي مي طيب؟ يا اخوان الكلب معي يفوت الا لما يكون ابو عدي معه. سبحان الله. تعال صاحب صاحب. تعال من هون من هون من هون. هاي حط الجركون اسف اسنده. انزل. دير بالك. حط الجركون حط ايدك بس. يلا روح انزل 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 ثاني ثاني. ايوه ايوه. دير بالك شوي شوي ايوه. دير بالك. شايف عمي؟ مدقر هون بس بستنى فيك. دير بالك دير بالك. شايف؟ مدقر هون بس بستنى بيك. يا الله. يا صاحب. تعال. يلا يا صاحب يلا. شايف؟ والله بستنى بيك والله عارف. بدك بدي اياك تفوت معاه. دير بالك يا عمي. اوعى. لا اله الا الله. شو والله بستنى بابوك يا زلمة سبحان الله. عامل كلب وفي وعارف. شو؟ هاي دخل. يلا يلا. جد شو تكين؟ مشكلة مش شايف من عندي كمان. شو يا عمي الله اخوان شايفين؟ شو يا عمي؟ بدأ ابوي يفوت معه صاحب؟ شو عمي؟ توسع له؟ شايف والله حتى عي يدخل معنا انا وياك. هو استنى بابوك لو انه مو عشان انه متعود على ابوك يضل يفوت معه. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشر. حتى المكان هذا ريحته سيئه شوي صح؟ يا صح صح يا صح ضيقة عليه ضيقة؟ دير بالك فوت عدي؟ يعني ابن آدم جوز يفوت بالأرض زي هيك بده يحط إشي بيقدر يفوت بس إنه رح مرجع فات يا أخوان صار بحاجة جوا هو فوت فوت ورا يا عمي عمي فوت ورا شو مالك؟ خلي عدي يفوت خلي عدي يفوت خلاص انا بفوت على الشتار طيب شو هرب صاحب عليه خذ خذ جوكيت ابوك تعال تعال فوت عمي يلا بسم الله فوت صاحب قبليك تعال صاحب صاحب يلا صاحب بسم الله يا اخوان الموقع خطير كثير اه بس في ريحه قويه صح؟ آه. بسم الله شكلك مرشم ها؟ في صوت طيب يا ابوي اقسم بالله انه نقز لي يا زلمه بسم الله شو يا عمي؟ بسم الله رح مرجع فات يا اخوان صار بحاجة جوا هو فوت فوت ورا يا عمي عمي فوت ورا شو مالك؟ خلي عدي يفوت خلي عدي يفوت خلاص انا بفوت على الشتار طيب شو هرب صاحب عليه خذ خذ جوكيت ابوك تعال 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 فوت عمي يلا بسم الله فوت صاحب قبليك تعال صاحب صاحب يلا صاحب بسم الله يا اخوان الموقع خطير كثير اه بس في ريحه قويه صح؟ بسم الله شكلك
فيك راشم؟ ها؟ في صوت طلعت يا ابوي اقسم بالله انه نقصني يا زلمه. بسم الله شو يا عمي؟ بسم الله ردينا فات لجوه صاحب خلنا نفوت انا دقيقة يا عمي شو؟ فات جوا؟ فات جوا يا اخوان جوا جوا زي زي خلنا نقول عمي عينك الله كيفين يا اخوان؟ شو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله اعوذ بالله في خيال جوا يا عمي منطقة مسكونة بدك تسمي بالله هات المي هات المي اعطيني المي يا عدي المي المقروء عليها قطع جنب هون عند الجاكيت هاك امسك هاي في شيء بيمر جوا شفته احضر سمي بالله سمي بالله برا لويش بسم الله بسم الله الله اكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم جن صاحب دفوت بسم الله بسم الله دير بالك الكشف عمي بسم الله بسم الله بسم الله شو مالك عمي شو مالك أعوذ بالله الشيطان الرجيم أعطيني المي أعطيني المي بسم الله المي مال بسم الله شو هي يا عمي أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسمع بسم الله بسم الله تعال صاحب اطلع طيب شو مال الكلب اختلف؟ والله اختلف شو ماله عمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم ترى بيشي ظهر علي رتفات بسم الله بسم الله الله اكبر هي هي جوا جوا بالخزق بسم الله الرحمن الرحيم مش قادر يطلع يتعدى الميه بسم الله الرحمن الرحيم شو واضح عمي اللي طلع لنا هون؟ بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله وين صاحب نادي صاحب نادي صاحب؟ صاحب طاح من هون هيك شو طاح؟ عمي صاحب مش هون؟ وحد الله بسم الله الرحمن الرحيم صاحب بسم الله الرحمن الرحيم صاحب حمي صاحب مش مبين بيشي غاد بيشي غاد وين هذا ابو عدي بيشي غاد اي بعد بره وين هذا جبل جبل اي طالع لفوق روح شوف صاحبي عدي عدي اركض ما بده يكون ضبع دقيقه حمي صاحب مش مبين صاحب بسم الله الرحمن الرحيم وين رامبو طيب باللقطة هذيك شايفها؟ بسم الله اطلع فوق يا عدي دور لي على صاحب بسرعة بسم الله الرحمن الرحيم وين؟ روح 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 عدي خل نشوف صاحب صاحب يدعر صاحب بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان صاحب صوته بيجعر فوق كيف طلع من عندنا يا زلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم وين؟ وين؟ زيح 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 عمي عمي يا با عمي تعال بسرعة 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 بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تحرك شعد عدي خلي أبوك يجي دقيقة المي مش معناش مي معناش مي بسم الله الرحمن الرحيم إخوان الكلب صوته فوق وبيشي مرق من هون اعذروني على التصوير يا اخوان بالقرق وينه؟ هيو هيو يا عمي بسرعة بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله يلا يا عمي عمي بيش هون بسم الله بسم الله شمالك شمالك عمي بسرعة ليش خبطة شو بي يا اخوان برجع عمي برجع لكم برجع لكم يا اخوان انا اشوف عدي وارجع لكم يا عمي اخوان بدي اطيح اجيب اروح اشوف عمي عشان عدي الكلب مش مبين في شيء طلع لنا زي بني ادم عمي عمي في شيء طلع لنا غاد عدي وقع عدي وقع بسرعه تعال لقيت الكلب بسرعه عمي عمي عدي وقع من عند الطور وقع هي فوق مش قادر امسكه شو لقيت صعب لا اله الا الله والله العظيم
قسما بالله بقول لك عدي وقع. عدي وقع. تعال تعال تعال، مش راح اقدر ازمه لحالي. خلص انسى الكلب، بعدين ندور عليه بسرعة بسرعة يا عمي. بعينك الله ايش يلحقوا دفش ولا تحت يا عمي. في اشي رمى، في حدا رمى عليه اشي ووقع قلب. ما هو معيه معيه ابنك دقر، ظل يركض وراه. بسرعة بسرعة خل لحقه. زلمة انت بتردش، قلت لك تلحقش. قلت له يا عمي ايدي تخدرت كامل يا محمد. وهون قلت لك يابا، قلت ما بقول لك يابا ايش قال يابا. اه يابا شو هذاك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وين؟ هي 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 عمي، محل ما كنا عند السحر. خليك دير بالك دير بالك، اوعك تقدم محمد. خلنا نروح اشوفه. لا لا اوعى، بس تتاذى الثاني يا محمد. طبعا انا مريض، انا مريض يا محمد مش قادر. شو؟ ما انا مريض. هو سعودي وين؟ شو مالك انت؟ لا ترد بحالك كمان. طب خلي عدي هون، خلي عدي، خلي عدي يتحمل شوي، يتحمل شوي. اه خليك، خلينا نشوف الكلب. خليك هون. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عدي تتحركش يا اخوان. الكلب هي طوع. خلينا نحصل لك. طلع طلع طلع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اعوذ بالله. تحركش عدي صاحب. صاحب يكون متلبس. تحرك يا عدي. عدي خليك واقف. بسم الله صاحب. بسم الله. بلاش كنت تلبس يا عمي. تحرك بي بغبر صاحب. ابعد عنه يا عمي، بلاش يكون معي شيء. ابعد. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب بسم الله. صاحب بسم الله. وين باقي؟ صاحب بسم الله الرحمن الرحيم. ده. دير بالك عمي. صح. وين باقي؟ اسألوا يا عمي اسألوا. ابعد عني. دير بالك. ابعد ابعد. صاحب 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 شكله باقي حفر عمي. روح روح روح. باقي حفر باقي حفر. بسرعة بسرعة باقي حفر. بسرعة عمي عمي. دير بالك دير بالك عمي. يلا خلي عينك عمي. قطع قطع. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. دير بالك يا عمي دير بالك، يكون الكلب صاير معاه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. يجي يجي يرجع مكانه. شو صح؟ بسم الله. دير بالك يا عمي. وش وش مي وش مي. خايف خايف الكلب، خايف من شيء. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شو بسم الله. هي هي شو زي 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 طلع وين؟ هي هي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. باقي صاحب هون يا عمي. اه باقي. بسم الله بسم الله. دير بالك دير بالك دير بالك دير بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا عدي يا عمي عمي عدي نسيناه. دير بالك حق ملح ملح. طيب الشنطة فوق. شو محمد؟ شو؟ انا باخذ اجراءاتي معه. راح اشوف عدي. اه بسرعه بسرعه. عدي كيف وضعك؟ هيني جاي. كيف وضعك؟ شوي شوي دير بالك دير بالك. منيح وضعك؟ ها شكرا يا محمد. انكسرت. لا يا زلمه لا فعل الله ولا فعله. حرك حرك ايدك حرك ايدك حرك ايدك حرك ايدك. اعطيني ايدك اعطيني. اذا ما اعطيني ايدك تتحمل، بس تحمل ماشي. طقات. ها عادي عادي. يلا يلا يا زلمه عادي. طقيت له اياها يا عمي. طقات. اه ولك هات كمان من حصنه. جبته عمي. ايوه هذا عرق التو عندك. خلاص طق والله طق. اسمع شو مالك؟ كيف صارت؟ لا منيحه. طقيت له اياها يا عمي. طقت؟ طقيت له اياها. اوعك تقع. انا مشان الضربه اللي عندي هون مش قادر. تخدرت تخدرت بس متخدرت متخدرت. خف الوجع صح بعد الطقه؟ خف خف خف. طيب عمي كان عرق عرق عنده التوه شكله من الوقعه. عمي في شيء اسود فوق طلع لعدي. سمو سمو احنا فايتين على واحد. فكرت بن ادم. هو عهيت بن ادم.
عرفت علي؟ هو عيط من هذا ظل طالع زيك يوم لحقت جبت اخبط بالعصير معي زين انا اخبط حالي. قديش بنبهك وبقول لكم هذا الواد واد نعين واد شياطين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عم ننهي الحلقة عشان نعرف نمشي ان شاء الله. لا يلا خلينا نتوكل على الله ناخذ اخذت السحر هي موجود هون ودي للشيخ خلي هو يفك له حاله. يلا توكل على الله. يلا يا عدي يلا يلا خلي يقول يا رب. بديش بدي اياك اجمد من هيك انسى خلص محمد يعني بس حرك ايدك حرك ايدك توكل على الله. يلا توكل على الله يا رب. يلا عمي بسم الله.